قلل عمر خلايا وأعضاء جسمك البيولوجي وتمتع بصحة جيدة. الأمر بات ممكناً علمياً باتباع بعض خطوات محددة. الملياردير برايان جونسون ينفق مليوني دولار سنوياً في محاولة لوقف التقدم في العمر. سر إعادة عقارب الساعة وبدون كل هذه الكلفة مع ضيفتنا التي تلفت الانتباه دوما بإطلالتها خاصة بدون مكياج. أكيد أتحدث عن الباحثة دكتورة شام الذهبي. براين جونسون ذو 46 عاما يصغر سنا بدلا من أن يتقدم في العمر، ملتزم بمواعيد نوم محددة، وجبات محسوبة، وروتين رياضي، وأطباء يراقبون أعضاءه الحيوية، والهدف محاربة الشيخوخة. A lot of people think that I've basically built a dungeon for myself and that I never get out and I don't have any fun, but everyone's assumptions are wrong. I have just as much fun, if not more. I have more friends because we're engaged in this larger community. It's eat whole foods, get good sleep, exercise, and the basics go a really long way. And so if you can do the basics and then try to stop the bad stuff, you're on a really strong path. I think this is possibly the most nutritious meal plan in history. So this is broccoli and cauliflower, shiitake or maitake mushrooms, black lentils, hemp seeds, ginger, and garlic. So I have this every day. If you add up the amount of vegetables I eat in a given month, it's around 50 pounds. You don't need to take all these pills. في الاستوديو أرحب بالباحثة والكيميائية دكتورة شام الذهبي. يسعد صباحك شام، شو هالجمال يا شام، ما شاء الله عليك، يعني كلنا نبغى نحصل على نفس بشرتك ورونتك وأسلوب حياتك أكيد، ولكن يبدو إن الموضوع مكلف. يعني تجربة براين إنه بينفق 2 مليون دولار في السنة عشان يحارب الشيخوخة من أدوية، خلينا نقول من تريتمنت، من مكملات غذائية وغيره، هل الشباب والحفاظ على الشباب مكلف؟ لا مش مكلف. يعني مشان الإنسان يحافظ على صحته، أظن كلياتنا عارفين العناوين اللي موجودة جواتنا بالفطرة، مثل إنه إحنا نهتم باللي إحنا بناكله، أكلنا طبعا بالضبط، فلينظر الإنسان إلى طعامه، مثل إنه نلعب رياضة، في مكملات غذائية مثل الريزيرفاتول ومثل الأنم أن، في عليها أبحاث كتير إنه هي بتخلي الخلايا ترجع بالزمن. هلأ كل العلم تبع الانتي ايجينج له علاقه بالخلايا نفسها. يمكن احنا لما بنبتدي نشوف علامات الشيخوخه بنشوفها شوي متاخر، لانه بتكون اوريدي ابتدت بجسمنا وابتدت بالخلايا واعضاء جسمنا الكثيره اللي جواتنا، وبتنعكس على بشرتنا، لانه بشرتنا هي اكبر عضو بجسمنا وهي المرايه اللي بتعكس كل شيء بيصير بالداخل. مزبوط. فموضوع انه احنا الوقايه خير من العلاج، وانه احنا نكون صحيين، هذا كل انسان فيه يعمله باقل تكلفه، انه هو يلعب رياضه. هلا في نظريه اثبتت علميا انه هي من الاسباب انه في بلاد بسموها البلو زونز، مثل اليابان ومثل ساوث اوف ايتالي، الناس فيها بتعيش معدل اعلى من باقي البلاد. لما درسوا لقوا انه سبب من اسبابها انه هن بياكلوا سعرات حراريه اقل من باقي البلدان، فانه احنا ناكل وجبات أقل، نظام الغذائي تبع البحر المتوسط اللي بياكلوه بمنطقة مثلا إيطاليا جدا صحي. مزبوط. أكل اللحمة كتير مش كويس، يعني في أشياء الواحد بيعرفها بس ما بيطبقها، بيكسل إنه يطبقها، فبيحب إنه هو يروح على العيادات ويطلب من الدكتور إنه أعمل لي شيء سحري معجزة ارجع بالزمن. هذا ما موجود. يعني هل لو بدأت تظهر علينا هذه العلامات وحبينا إن ننقذ نفسنا، هل ممكن الرجوع بالساعة البيولوجية للزمن؟ ممكن وراء. طبعاً كل ما بنبتدي بكير، يعني أن تأتي متأخراً خيراً أن لا تأتي أبداً. مزبوط. مهم إنه نبتدي، مو مشكلة حتى لو تأخرنا، مو مشكلة، بس كتير مهم إنه إحنا نبتدي من جوا. أنا دائماً بقول الجمال بيبتدي من جوا، هو مش بس إجراءات بنعملها من برا. يمكن كتير ناس بتتساءل ليه سولا، يعني إنه شلون سولا هيك وصلت، وبيسألوا على الدكتور. هو الموضوع مش بس الدكتور، هو
بروتوكول كامل. هي عايشة في نظام غذائي، فيتامينات مهمة جدا مثل الريزرفاتول والأنامان. برجع بعيد عليها أبحاث كثيرة، عن جد أنا بنصح كل حدا أنه هو ياخد أشياء مضادة للأكسدة. مو المفروض أنها فيتامين إي وبعض في فيتامينات مضادة للأكسدة، وفي الريزرفاتول اللي هو موجود بالعنب، لقوا أنه هو من الأشياء اللي جدا جدا مفيدة. يعني لقوا أنه مثلا ببلد فرنسا بسموها The French Paradox، لقوا أنه نسبة أمراض القلب أقل من باقي البلاد، مع أنه هن بياكلوا كتير ألبان، وكل ما البلد يعني بتاكل أكتر من منشقات الألبان نسبة الأمراض القلب بتزيد، ما عدا إيطاليا، ما عدا سوري فرنسا، لأنه فرنسا دائما بالكلتشر تبعهم بياكلوا الأجبان يعني مشتقات اللبن مع العنب، ويعني فهذا الريزرفاتول اللي موجود بالعنب بيعمل بالانس، أي بيعمل هذه الموازنة. طب هل العمر، خلينا نقول الجينات، أيضا تتحكم في هذا الموضوع؟ يعني في ناس يبانوا أكبر من ناس هم في نفس العمر وماشيين على نفس النظام الغذائي، الرياضة، الفيتامينات وغيره. بس العلم الجديد بالجينات بيقول إنه إحنا فعلًا تولدنا بجينات معينة، بس الأبيجينيتكس اللي هو كل الانفايرمنت، البيئة اللي حوالين الجينات، هي اللي بتعمل on و off، switch on و off للجينات. يعني إحنا ممكن يكون بجيناتنا أمراض معينة، بس لو إحنا حياتنا صحية هي الأمراض ممكن ما تظهر، أو ولو ظهرت بالضبط تظهر بشكل مبسط أكثر من لو حياتنا غير صحية. فالعلم كتير تطور، ومثلاً إحنا درسنا بالتغذية إنه البيبي من أول ما، يعني من قبل ما أمه تحمل فيه، وهو بيبتدي يتأثر بأي شيء الأم تتعرض له، وكل هذا بيفوت بالأبيجينيتك ميك أب تبع الإنسان. يعني موضوع مرة مهم وما في شيء مستحيل شام، أهم شيء الإنسان يكون صحيح. بالضبط، هذا هو. شكرا لوجودك معنا في هذا الصباح.